ايضا الزمالك بيدخل عهد جديد، والهدف الاول امام حضراتكم ركله الجزاء اللي بيسددها اتصدى لها خالد قمر محرزا الهدف الاول، ومن بعده ايضا الهدف الثاني من احمد الشناوي لايمن حفني بيقف على كورته وياخد معاه المدافعين بيلعبها هناك لمؤمن زكريا اللي بينفرد ببسام ويحرز الهدف الثاني. اما الهدف الثالث مشاهدينا الكرام ايضا فمؤمن زكريا بيلعبها على يمين بسام محققا الهدف الثالث للزمالك. الرابع جميل، الرابع من الناحيه الشمال عبد الشافي بيعمل كره هي الاروع والاحكم في مباراه اليوم، ما فرقتش ولا خرجت ملي عن المرمى. سيسي ايضا النهارده في مباراه اليوم كان له نصيب في مباراه اليوم محرزا الهدف الخامس وبهدف حفاظ على ماء الوجه بالنسبة لطلاء الجيش لأوسو كونان. الهدف السادس